السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هيونداي إلانترا موديل 2018، سأشرح لكم في هذا الفيديو إن شاء الله باختصار كيفية عمل نظام التدفئة في السيارة وأهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعفه أو تعطله بالكامل. يعتبر هذا النظام بسيط جدا ولكنه مهم للركاب للحفاظ على درجة حرارة مثالية ولإزالة الضباب من النوافذ والزجاج الأمامي للسيارة. يتكون من أنبوبين يقومان بنقل ماء المحرك الساخن إلى مبادل حراري أو ما نسميه بالراديتر، موجود في الكونسول الوسطي لأغلب السيارات. وبما أنه يعتمد بشكل كامل على حرارة ماء المحرك، فإن أي عطل داخل دائرة تبريد المحرك يؤدي إلى ضعف أو توقف التدفئة بشكل كامل. لن تحصل على تدفئة جيدة وكافية في أحد هذه الحالات. ضعف أو تعطل مضخة الماء أو ما يسمى بالووتر بامب، وكذلك ضيق الأنابيب أو انسدادها بواسطة التكلسات نتيجة استخدام الماء المالح. تعطل الثرموستات أو إلغائه نهائيا، ذلك أيضا يؤدي إلى ضعف في التدفئة الخاصة بالسيارة. نقصان الماء نتيجة التسريب أو لأي سبب كان. اتساخ الفتحات الخارجية للراديتر التدفئة مما يعيق عملية التبادل الحراري وضعف تدفق الهواء الداخل إلى السيارة، بالتالي ضعف في التدفئة بشكل عام. أما بالنسبة للمروحة التي تعمل باستمرار ودون توقف بسبب وجود مشكلة في النظام، فإن ذلك لا يؤثر تأثير كبير على التدفئة، شرط أن يكون الثرموستات يعمل بشكل جيد. هنالك سبب رئيسي مهم جدا داخل السيارة يؤدي إلى ضعف أو توقف التدفئة بشكل كامل، وهو تعطل البوابة الخاصة بتغيير مجرى الهواء نحو راديتر التدفئة أو الفريز في حالة التبريد. يعمل هذا النظام في أغلب السيارات الحديثة كهربائيا، ويتكون من محرك كهربائي صغير يتحكم في البوابة الخاصة بتغيير مجرى الهواء. أما في السيارات القديمة فإنه يتم التحكم بهذه البوابة وكذلك البوابات الأخرى الخاصة بتغيير مجرى الهواء بواسطة الكيبل، ولا زالت الكثير من الشركات تستخدم هذا النظام حتى في الوقت الحاضر. نتوجه الآن إلى سيارة أخرى ونطلع على بعض التفاصيل. كيا سيراتو موديل 2015. إذا أردت أن تقوم بالصيانة أو الكشف على نظام التدفئة، فإن الأنابيب الخاصة بهذا النظام تقريبا هي في نفس المكان خلف المحرك، تدخل إلى الكونسول الوسطي و قريبة على جهة السائق. نلاحظ الآن إخوان ونطلع على المشغلات الخاصة بتشغيل البوابات التي تقوم بتغيير مجرى الهواء. بصورة عامة هذه المشغلات قد تتعطل أحيانا نتيجة الاحتكاك، لا تحتاج إلى صيانة دورية، فقط تحتاج في بعض الأحيان إلى تزييت بسيط، وعند تعطلها قد تتوقف نهائيا أو ربما تسمع أصوات طقطقة، وذلك دليل على تآكل المسننات البلاستيكية الخاصة بها. يجب أن تتأكد من انسيابية وسهولة تدوير البوابة بواسطة يدك قبل أن تستبدل أي محرك من هذه المحركات الصغيرة. فإذا كانت البوابة عالقة فإن المحرك سيتعطل لا محالة. عندما تقوم بتغيير تموضع هذه البوابات من التبريد إلى التدفئة أو بالعكس، أو عندما تقوم بتوجيه الهواء على الوجه أو الأرجل أو النوافذ وتسمع أصوات غريبة، فإن ذلك يدل على وجود تعطل في هذه المحركات أو مشكلة في البوابات يعيق عملها، بالتالي يجب أن تبادر بعمل صيانة بسيطة وهي تزييت أذرع هذه البوابات أو استبدال المحرك. طريقة فتحة بسيطة جدا، فقط 3 براغي لأغلب السيارات وتقوم باستبداله بواحد آخر. نرجع الآن إلى الإلانترا، وهنالك ملاحظة مهمة جدا هي أن راديتر التدفئة قد يتعرض إلى التآكل، ويؤدي ذلك إلى ثقب صغير يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك نتيجة لعدم إحكام المنظومة، وبالتالي تدخل أنت في دوامة تشخيص سبب الارتفاع هذا. وبسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك فإن كمبيوتر السيارة يجعل المروحة تعمل بشكل مستمر ودون توقف. إذا كانت هنالك مشكلة في توجيه الهواء نحو النوافذ أو الوجه أو الأرجل أو تغييره من التبريد إلى التدفئة،
فيمكنك مراقبة عمل البوابات، قد تكون عالقة وتحتاج إلى تزييت بسيط، أو قد يكون المشغل الخاص بها متعطل ويحتاج إلى استبدال. هذا كل ما يخص عمل نظام التدفئة في السيارات بشكل عام. وهنالك موضوع مختلف عنه تماما أحببت أن أذكره في هذا الفيديو، لأنه متعلق بحياة الكثير من الناس. نتحول إلى الموضوع الآخر. يستخدم الكثير من أصحاب السيارات هذه القطعة، يقوموا بتثبيتها بدل حزام الأمان لغرض إيقاف جرس التنبيه، وهذا خطأ، بل خطر كبير قد يؤدي إلى الوفاة لا سامح الله. في هذه الحالة يظن كمبيوتر السيارة أن السائق مرتدي حزام الأمان، يرسل إشارة بواسطة الكامباص إلى كمبيوتر الأكياس الهوائية يعلمه بجاهزية الموضوع. الأخير يقوم بإطلاق الأكياس الهوائية عند الاصطدام، وبالتالي تحدث المشكلة والمصيبة. أبعدنا الله وإياكم عن هذه المشاكل. لا أنصح باستخدام هذه القطعة وإن قاضتني الشركة المنتجة لها. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق للجميع، وأرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في التعليقات، وسأرد عليها إن شاء الله أولا بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.